yak min kumbu ko yin tilimetar manga ya fi nurogo je naina to dille irona igalom kangon irona igagon kangon kumakir kumati dille manye sangani tani daraina nuwalle ta dille هذول لك كمان لحقوك عمار. الحمد لله. القصيدة فيها حب شديد. لا حب شديد. لاسع. هاي لاسع. تقول إحدى الحكايات: هو ورد وهي وردة، ولما نظر إليها تبسمت هي وذهب هو لوالدها، ولكن أبت اللوحة أن تكتمل وتمضي الأيام والسنوات، وبعد 60 عاما أو يزيد ولا يزال القلب على عهده القديم، تقول الحكاية إنه التقاها وسلم عليها، تبسمت هي وتزوجها، هي وهو وهما حكاية من حكاية لا تنتهي ترويها ذاكرة حواره. هذه رسالة الجمهور اللي بيعرف اللغة النوبية او اللي ما بيعرف يرفع يده. انا اتصور انه اللي بيعرفوها كثيرين في الاستوديو. اللي ما بيعرف منه انا اخوك، ما في غير 4 و 4 آه يا 5 هنا و5 هنا، يعني زي 10 انفار ما براي. لا دينا انت ما بتعرفي. طيب استاذ وردي، ما نلحق الزول ده بحاجه بطنبور او بعود، يعني ليك الخيار. Fagon injiku darto, fagon injiku darto, konya laman nati minji. Injiku darto, injiku darto, konya laman nati minji. Aashirki lilatona. Kaguni wale nuru, tamang galibo narisho kikar shorwa injeri jagadar kurme naku. Fagong inji kudarto, kunyalaman nati minji.
أشيري
نجومي كمين قال جناي من غاي وصايا ترت قال جناي من غاي وصايا ترت قال جناي من غاي وصايا كمين قال جناي من غاي وصايا السلام عليكم دبايبا جبت جنو لا حول الله حباب اختي ست النفر حبابك هلو هلو هاي دبر ليلة الساعة 7 لا لا ليا يا شباب لين الزبد يا اخي انتو وين يا اخي لا ليا يا اخي دي البطارية اشبه يا حاجة بس بجنه والخدمة مريحة واكتر من كده ما تدفع عشان تلفونك بيجا مجاني بنجمة خمسة مربعة فعل بني يوم والتاني اضرب واتكلم مجاني ولما البطانية تقطع اشحن واتكلم تاني ايه بطارية عزير من امتي ان جرايب جرايب اكسترا الو وانت ليه جبت جنو جرايب برضو اكيد طبعا الآن مع MTN جرايب إكسترا شيل هم البطارية وما تشيل هم الكلام اتكلم مجانا مع أهلك وأصحابك في قائمة جرايب طوال اليوم فقط بواحد جنيه لليوم لتفعيل الخدمة اتصل بنجمة خمسة مربع يسري هذا العرض طوال اليوم عدا الفترة من 7 إلى 11 مساء عدد الدقائق المجانية 200 دقيقة يوميا MTN معك في كل مكان الأسرة النوبية هي مثال للحميمية والترابط جلسات القهوة الصباحية السمر الحكايات على ضوء القمر الطنابير المجالس يحفها ظلال النخل الحنين الدافق للأرض البيت العائلة تجري في النوبي مجرى الدم تعيده من أصقاع الأرض من السويد أمريكا مصر البلاد العربية والخليجية والآسيوية تقول الحكاية يعود الظل لجزع الشجرة القديم ويعود النهر لمنبعه وتعود للأيام طعم الذكريات ويعود النغم إلى جذور الأوتار ويعود وردي لصواردة ويعود النور يصدح في عيون الأسرة بالفرح الجميل ده بيت بيسموه البيت الكبير بيت جدنا يعني الصايد ده اتبنى ونحن مولودين في الثلاثينات الصايد الثاني ده بتاع أبو جدي البيت دي بيسموه بيت النسوان هنا النسوان ما كانوا بيجوا لبيت الرجال شفت الأوضة دي
أوضة أي زول يتزوج في البيت ده. أوضة أوضة العرسان بيسموه أوضة العرسان، ما أعرف لغاية أساس على التقليد ده ماشي ولا وقف. ها بالله بالله بس بتهيكو نعماتي كل ما في في فاطمة نضالة وردي كان شقي عبرني والله ما كنت شقي، بالعكس أنا كنت هادي لكن بغني مما صغير. هنا قورة كرة يريد أنا أمبوك أنغاري لو كرتي جروزة كنت شردة نولوا كوي تقول بالانجيل دوك بتقول لي أنت نسيت إن كنت بتخط اللناي حاجة فوق السرير وتغطيه على أساسنا أنت نايم وتمشي الرقيص لغاية نولوا وغناء. دي ما شيطانة بتاعت شيطانة أطفال يعني شيطانة عاقلة دي. الناس تسمع موسيقى طويلة كده أو مقدمة يقوم يقولوا لي زول غني يا أخي أنت جاي روحك وردي. أصلا أنت لما بديت المقدمة جربت أقول لك يا أخي أنت وردي. في واحد صاحبنا اسمه بابكر خيري كان عنده مناسبة بدري فقال لي عبد الله عربي قال لي يا أخي أنا عندي مناسبة ولاير لي فنان يعني ليلة تجيبه لي. قال له يا أخي ما صاحبك محمد وردي فيه؟ قال له يا أخي ده مزيكته طويل الحفلة تنتهي والحفلة تنتهي لا ليه غني صغير. وردي يمكن في صفة يعني لازمت شخصيتك
بيقترب منك واللي بيتعامل معاك بيجد عكسها تماما. وردي زوج صعب جدا وتغيان جدا. خلينا بيقولوا خلينا نقولها كده يلا. واللي حصل حصل. وردي تغيان، وردي صعب، وردي زول يعني مغرور، مغرور متعالي. حاجات كثيرة جدا. على الرغم من انه انت هسه ان احنا كنا بنتونس قبل ما ندخل الاستوديو وتكلمت عن اوضاع لفنانين تانين في اماكن اخرى يعني بيتصفوا بصفات زي دي، ومطلوب انهم هم ما يكونوا على علاقة بالناس والجمهور. وانت اكدت انه يعني ده عندنا في السودان ما بيحصل. يمكن ده اللي انا خلاني يعني يدور في ذهني السؤال، طيب ده وردي يعني حكاية صعبة جدا بيقول الكلام ده، فتنفي ولا تثبت؟ أنفي لأنه طبيعة تربيتي ما كده. يعني أنا إنسان عادي، أبوي مزارع عادي، وما أضفت شيء. يعني الغنى اللي كنت بغنيه في البلد بالرطانة جيت غنيته بالعربي، وعايش وسط أهلي، وفي كل المناسبات بمشي الطهور وبمشي السماية وبمشي الدافنة. فما في فنان سوداني بيطغى على مجتمعه، يعني دي ما من طبيعة الفنان السوداني كما الإنسان السوداني العادي. يعني إحنا عاديين، يعني الناس وقت ما داير دايرين بيجونا بنمشي لهم، بنزور المرضى، الحاجات اللي بيعملها الإنسان العادي السوداني. ربما لأنه الواحد جاي من ريف، ناس الريف ما عندهم زيف المدينة، يعني النفاق المجاملات والمجاملات، بحكم أنه الواحد كان جاي جديد في الخرطوم قبل 47 سنة، كان في جلافة الريف. صريح. يعني هنا الناس مثلا متعودة على المجاملات اللي أنا بسميها، يعني ممكن تنافق لك صحفي عشان يكتب عنك. دي ما عملتها، ما احتجت لها. فبكده في ناس محتاجين كانوا. بكده الصفة دي جايز أدت الصورة. وفي بعض الحاجات يعني في شعرة صغيرة كده بين الاعتزاز بالنفس والغرور. بتفتكر انه الفنان يعني مفروض يكون في شوية بتاعت اكسسوارات كده لازم يعملها عشان مش يميز نفسه؟ هو اصلا مميز يعني، لكن طبعا الناس بتفتكر انه يعني انا طالما بشوف وردي ده كل يوم وعندي يعني 16 شريط من ما جه من صوار ده لحد هسه، يفترض انه يكون بيعرفني. اذا انا لقيتك في الشارع سلم علي قول لي ازيك يا طارق، يفترض المواطن مثلا. نعم. فبتفتكر انه الفنان يعني محتاج لهذه الاكسسوارات انه على الاقل يكون شويه يعني بعيد من الناس؟ ايوه. ويعني انت اصلا لو ما بعدت نفسك شويه ما حتنتج. صح. ما حتبدع. يعني لحظات الابداع ده كمان دايره شويه اختفاء يعني، وشويه محافظه انك انت تكون بعيد تفكر وكده. يعني لحظات الابداع دي عن وردي بتجي كيف؟ السيمفونيات الكبيره والالحان العظيمه واختيارات الغنى الكبار كبار، يعني لما انت تسمعه مش النوبي المحتاج لمترجم، العربي ذاته مرات محتاج لمترجم يعني. فهمتين القصة دي؟ ما في بداية حياة الإنسان جاي تكون في معضلة، لكن لما تتعود عليها ما خلاص بقى صنعة يعني. أيوة. أنت بتعرف إنه إذا الشاعر أداك كلام وأنت اقتنعت بالكلام ده حتخطه وتلحنه. يعني ما في زي الخيالات اللي بيقولوها، في إلهام بينزل. مرة في مذيع بيسألني على الهوا في تشات، قال لي الناس بتقول انك انت لما تجيب قدام الناس في شيطان يجي يخط لك الغنى في راسك بعدين انت تقعد. بقول له يا اخي ما في اي شيطان، الغنى ده بيكتبه شاعر. ايوه. وبجيبها انا وبلحنها بني ادم، بعد كده وبغنيها، يقول لي ما اقتنع على الهوى. فيعني بال تمرين الكثير وبطولة السنين يعني والخبرة. بالخبرة انت خلاص بقيت يعني.
بالدراسة برضو بتكون تعودت تعمل. هسه أنا أوافقك ولا أقول لك م-م. والله يا أخي أخير توافقني. طيب إلهام ما في ال- 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 الإلهام فيه الإلهام فيه في لحظات. يعني أنا مثلا بختار دائما للتلحين الساعة 3-4 صباحا. في شنو الساعة 3-4 صباحا؟ أنا الليلة حاصحى بقوم. أنا أول شيء لما أكون عندي قصيدة دايرة لحينة ما بنوم إلا أنتهي منها. فدائما أنا والمرة بنشاكل لما أقوم أمسك العود في وقت غير مناسب وقت نومة مثلا تقول لي أنت مجنون. لا أنا ما مجنون. ما هو ده الشيطان اللي قال المذيع التشادي ذاته. ده ما جن داك لعيش حتترجم لأغاني وانت حتاخد القروش في آخر ترقد. أسكت خليك في نومك. بختار الوقت ده الحقيقة ما عارف الوقت ده بيقى معاي جميل جدا إن أنا ملهم يعني بدري كده بدري يعني. والله أنا كان ظنه كان سهرت سنة كاملة ما عمل حاجة. عموما وردي يعني هي ما ممارسة لكن أنا يخيل لي برضو الزمن ذاته تطوع معاك بالخبرة والزمن يعني نعم. الآن ممكن يجيك في العصر كده لحن يجيك الظهر في نص النهار ممكن في كل الأوضاع ممكن ممكن في كل الأوضاع ممكن يجيك اللحن يعني. تفتكر دي مرحلة ال 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 ما كمال لكن يعني مرحلة إنه الفنان بقى يحمل كل الصفات اللي أنت شلتها في مسيرتك. تفتكر إن هذه المرحلة خلاص الكبيرة إنه بعدين أنت يبقى اللحن هو اللي بيطلبك. أنت زمان كنت بتفتش تقعد تنقر في الرب في الطنبور أو في العود تفتش ليك للحن كده وسط الأوتار. الآن يمكن الألحان ذاتها بقى تفتش محمد وردي أو الكلمات تفتش محمد وردي. بيصل الفنان لمرحلة زي ربما لكن الساعة ما وصلت الحتة. الله يوصل لي بها. أنا أتصور كده لكن هلاوي بيشير لوحدة من الأوتار. نعم طنبور سيماتك دي مطلوبة شايف فيها همس كثير جدا. بسماتك تخلي الدنيا شمسية بسماتك تخلي الدنيا شمسية بغمزة طفلة تشرع وتصرع إذا ضريتي بالأبنوس سنيناتك بسماتك بسماتك ريحة الجروف مغسولة به وهج القناديل وشوف برقني غازل وامضو سرا في عويناتي وشوف شوف يا أشيرو للقميرة يا دورين بالمناديل الكاميرا يا دورين بالمناديل ويلعبوا فوق تلال خدك ومرجيحة ضفيراتي بسماتك
سماتك تخلي الكون خمر عربيك سماتك تخلي الكون خمر عربيك وفرحة عيد ورعشة نور وكحلبة ستاير الليل بشاشاتك برنة طبلة رقصة خير نعيش موسم بشاشاتك برنة طبلة نحس نشعر شبابنا طويل ولا يوم فات ولا فات عاد بعد نصف قرن من الزمان إلى مسقط رأسه محمد صالح جورتي كعودة الثمار إلى رحم الأرض وعودة الطمي إلى جرث النيل. عاد من أرض السويد من بلاد تموت من البرد حنينا منها إلى أرض الشمس والممالك والحضارات صواردة. يغني كان في طفولته على الطنبور توأمه ومنافسه. قال وردي محظوظ لأنني تركت الغناء. ترى ماذا سيروي من أسرار الزمن والرحلة؟ أنا محمد صالح جورتي من قرية صواردة. عدت إلى صواردة بعد غياب طال 54 سنة لأرض مسقط الرأس لكي أتمتع برؤية أهلي وأحبابي وإعادة ذكرياتي ذكريات الطفولة. الحقيقة يعني أنا عايش في السويد مدة 40 سنة وما زلت عايش في السويد، وأنا أحضر السودان دائما في إجازات لزيارة الأهل، لكن أول مرة بعد 54 سنة أنا أحضر لقريتي اللي تولدت فيها، وكان لي ذكريات جميلة ذكريات الطفولة، وعشت هذه الذكريات في هذه الأيام الجميلة وخاصة مع زيارة الفنان الكبير الأستاذ وردي للمنطقة. وبالمناسبة أنا كنت من الناس الذين كانوا ينافسون الأستاذ وردي في 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 الفن الغنائي، ولكن مع المدة الطويلة والغياب الحقيقة الواحد ترك. ولو كنت قاعد، وطبعا ده من حظ وردي على أساس لو كنت قاعد هنا كنت نافسته، فكنت سأكون الفنان الأول أو الثاني. فيعني المهم الأستاذ وردي يشكرني ويدفع لي شيء مقابل هذا التنازل. شكرا لكم. أغني ليكم. والله يا أخي الواحد نسي يعني الألحان اللي موجود حسنا ما بيكون ليل الليل وسب الليل. الحقيقة الواحد طبعا ما بقدر أغني ما إنه الواحد مدة طويلة جدا جدا ما غنى، ولكن إحنا بنتابع في الغربة وفي البعد أخبار السودان وتلفزيون السودان ومهتمين جدا وفن السودان. وبالمناسبة أنا رئيس الجالية السودانية في السويد وحضرت من شهر، وإن شاء الله حقيم في السودان حوالي 6-7 شهور كي أتمتع ب
زيارة أنحاء السودان بإذن الله تعالى. أستاذ وردي، التعليم، التدريس، أنت اشتغلت مدرس، في تأثيرات كثيرة جدا. يعني أنت جمعت بين أشياء، يعني لو سخرت لإنسان واستفاد منها يبقى محمد وردي طوالي. يعني النيل وخصوبة الأرض في الشمال، المهنة، حتى المهنة اللي انت يعني ارتضيت لنفسك هي مهنة التعليم، ودي من اعظم المهن. كونك تبقى فنان، يعني رسول انساني لكل قلب ولكل حدث ولكل موقف، تجسيد لمعاني كثيرة جدا للإنسانية وللوطن واشياء كثيرة جدا. في مسيرتك الفنية تعاملت مع أسماء كبيرة ولامعة، من الشعراء، من حتى المستوى اللي كان بينفذ الأعمال من الإخوة العازفين، كان بتربطك بهم حميمية وصداقات. يعني دي كلها يعني هيئت جو لإنسان ناجح. أنا قبل ما أسألك من النجاح، داير أسأل محمد وردي عن طعم الفشل. هل حسيت في يوم من الأيام يا وردي الكبير انك انت ما قدرت تحقق حاجة في حياتك، يعني مش في الغنى، حاجة في حياتك، حسيت جاك احساس انه انا فشلت؟ هل قلت لنفسك يوم من الايام؟ ده كرسي سافن. يعني احنا والله دارين في الوردي. في مجالاتي اللي اخترتها موفق وجايز، في بعض المجالات ما موفق. والحياة فيها الاثنين. الاثنين، نعم. ربما النجاح انك انت تكون محبوب عند الناس وبترضيهم وبرضوا عليك، ده بيغطي الجانب الشخصي. أيوة. يعني الكبوات اللي بتحصل لك في حياتك الخاصة دي بتغطيها، يعني ما بتسد لك يعني فرقات كبيرة، تدوس وتمشي. أيوة. تتحمل. لكن لكل إنسان ناجح فيه شوية فشل برضو، فيه لكلكة حبة. نعم. شوية تعب. الناس اللي بيحبوك يعني انت هسه قلت انه الناس اللي بيحبوك ديل بيسدوا لك فرقات، فيهم ناس كبار وناس يعني في مهنهم وفي مجالاتهم في مقامات، انت معهم في سرج واحد، انت فنان قمة، وده طبيب قمة، وده محامي قمة، وده مهندس قمة، وده انسان بسيط لكنه قمة في تعامله مع الناس، في ارتياده للأماكن اللي بيكون فيها الناس محتاجة له فيها، وبيمد يد العون للناس. فده بيشكل شنو في حياة الفنان؟ الجمهور بتاعه لما تقعد براك وتفصل، أنا والله بعرف أو بيعرفوني وبيحبوني وكده، بيخليك شفاف أكتر وبتحب تكون إنساني أكتر. يعني دي بتقودك للإنسانية، يعني الأنانية والفردية وحب الذات وكده دي بتتلاشى قدام الحب الكبير ذا. بتفتكر إنه أي معلم ناجح في حياته بالضرورة يجب أن يكون؟ ليه؟ لأنه المعلم هو اللي بيكون الإنسان، يعني من طفولته
هو عليه أن يخلق عقلية لإنسان غير عاقل. طيب. وبالتالي المعلم هو اللي بيقدر يوصل المعلومة الصحيحة لإنسان ما عنده معلومة. أنا بربط الفنان بالمعلم لأنه أنت من نطاق صغير من فصول في مدرسة بتطلع مسارح فيها آلاف الناس وبتوصل رسالة شيء بقدراتك التعليمية الأولى، يعني دي سعادتك كثير جدا في أنك أنت توصل موسيقتك وفنك لعالم أكبر. فأنا الحقيقة أنا استفدت من التدريس، وبتروح منك الهيبة بتاعت مقابلة التجمع، تجمع الناس. أيوة. لأنك أنت اعتدت أنك تقابل جمهور ولو أنه صغير لكن عدد. أيوة. نعم. وردي في إشارات لأنه خلاص يعني بين يدينا تسرب الزمن، لكن وردي الفنان، شنو الفنان عين وردي؟ يعني وردي يعني هو قدم نموذج لفنان يهتم بوطنه، يهتم بالعاطفة، يهتم بالأحاسيس التي تعتور الإنسان، يهتم بتفاصيل دقيقة جدا، يعني منهج متكامل بيبعث بيه لحياة بتاعت ناس. كل التفاصيل يعني لو استعرضنا أغنيات كثيرة جدا وأعمال كبيرة جدا لمحمد وردي مع رفقائك من الشعراء بنحس إنها مناهج للحياة. نعم. الفنان مع كل هذه المعطيات. أنا أعتقد أنه الفنان زيه زي أي مسؤول مفكر، يعني إذا كان أنت يعني إنسان بتفكر صح ونجحت في عملك، لما تفكر بالأشياء الكبيرة، الوطن همومه والمواطن همومه، بتكون أكثر إنسانية وبتعطي أحسن. في نماذج من الفنانين بيفتكروا أنه الفن ده لحظات بتاع سعادة مؤقتة كده، يعني كأن تحب ليك بنت، دي حقيقة سعادة، لكن شوية بالنسبة بأن تسعد بلد، بأن تنشغل بهموم وطن، بدل بيت واحدة خليهم كل البنات، خليهم كل البنات. بدل تهتم بصوار ده اهتم بكل السودان، اهتم بدارفور برضو. نعم. وهكذا يعني أنا الوطن ده بيشكل عندي هم كبير جدا، والمواطن أيضا. لذلك هو برضو بتسمع مع مغرور أنه شيوعي، أنه عنده التزام حزبي. أنا إنساني بحب البلد وبحب الإنسانية عامة، لذلك جادي في العملية الفنية بتاعتي. محمد وردي صعب يعني أن نقطع هذه الرفقة وهذه الجلسة، لكن نحن في التلفزيون. أيوة زمن زمن. نختم بأغنية قبل ما نختم لقاءنا. كمان أغنية ثانية؟ والله إذا طلب الجمهور والمعيد شايف واحدة بس. لا كثيرة دي.